أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة في اليوتيوب. الحلقة الأولى راح تكون أو الحلقة الثانية. هلأ اللي بدي أحكي فيه موضوع مهم، راح أدخلكم دايركت في الموضوع، مش راح نطول كتير. الأشياء المهمة عندنا في التمرين، ومن أهم الأشياء في التمرين، إن الواحد بروح على الجيم بتمرن ساعة، وبعديها بقعد بالبيت 23 ساعة اللي ضلوا هدول هم أهم من التمرين. يعني إحنا تمريننا جدا جدا مهم في الساعة هاي اللي بنبدأ فيها، بس عندك أنت كمان 23 ساعة هدول بتقضيهم في عندك في الشغل، في النوم، وفي الأكل. والأكل هو من أهم الأشياء اللي راح تعطيك تغيير في جسمك. يعني إذا أنت بدك تتغير، خلينا نحكي 3 شهور، أو أنت عندك عرس بدك تحضريه بعد 3 شهور، ورحنا ودايت ومش دايت وبلشنا. بلش أول شيء في الدايت، اخذت خطه الدايت. طبعا كل الدايت وكل النيوتريشنست كل الدايتيشنست كل الناس اللي في العالم والمدربين والهال راح يحكوا، راح يضلوا يلفوا ويدوروا ونحكي في شغله واحده، الشغله اللي هي اسمها كالوري ديفيسيت. يعني احنا بنخفف عدد السعرات الحراريه الواحد باكلها، سواء انت عملت انترميت فاستنج وعملت الصيام اللي هو 13 ل 14 ساعه. فكرته هذا عشان احنا نخفف الكمية الساعات اللي انت بتاكل فيها، فبالتالي بيقل عندك الوقت اللي ممكن تاكل فيه. هاي واحدة من الاشياء. الشغلة الثانية كيتو. كيتو بمعنى منشيل الكاربس، شلنا الكاربس. مش انا مش من محبينه، بس اذا بيشتغل معاك مش غلط. نفس الشيء، كل الفكرة انه احنا بنقلل السعرات الحرارية اللي عمالها بتدخل على الجسم. طبعا هذا في الحالات العامة، في حالات خاصة للناس اللي عندها حساسية معينة من أنواع من الأكل، هذا إشي تاني. اللاكتوز انتوليرنت، الناس اللي بصير عندها نفخة زلزال، هذا كلها أشياء تانية. هاي حالات خاصة ومش مع معظم الناس. لما تنزل ترند ويصير الناس تفكر إنه هذا إشي والله كول إنه أنا أحكي أنا لاكتوز انتوليرنت بطلت أشرب حليب، ولا كول إنه أنا صرت فيجن، هذا إشي تاني، هذا إشي تاني. بس اللي أنا بحكي فيه شغلتنا كلها بشكل عام انه الواحد بنزل عدد السعرات الحرارية. هلأ موضوع الفيديو كله مش بس انه ننزل السعرات الحرارية، ما بدي احكي على الدايت، انا بدي احكي على الالتزام، لانه التزامك بالتمرين والتزامك بالدايت هو اللي رح يوصلك للنتائج اللي بدك اياها. فاذا انت ما عمالك بتلتزم، يعني التزمت في التمرين، عندك الخطة التدريبية اللي محطوطة اللي انت شاريها من مدرب، مثلا مدرب جمال، انت شريت خطة تدريبية مدتها 3 شهور. 3 شهور هدول احنا متوقعين انه ننزل فيهم دهون ونرفع فيهم عضلات ونزيد القوة البدنية. بالثلاث شهور محطوط لك انه في كل اسبوع بدك تتمرن 4 تمارين. اذا انت ما تمرنت هدول 4 تمارين، يوم في اسبوع تمرنت تمرين، واسبوع اللي بعده تمرنت 6، واسبوع اللي بعده تمرنت تمرينين، انت هيك مش ماشي على الخطة. فما حتقدر تقول بعديها والله انا ما استفدت وما تغيرت. لما ما تغيرت لانك مش ماشي على الخطة. والشغلة الثانية، حطينا الخطة تبعت الاكل، خطة تبعت الاكل، نزلنا عدد السعرات الحرارية. انت لازم تلتزم، وانت لازم تلتزمي بعدد سعرات حرارية معينة تاكلهم كل يوم. في فيديوهات تانية رح نحكي فيها على انه كيف الواحد يتدرج بالايام وبالاسابيع عشان يوصل لمرحلة انه انا عمالي باكل بطريقة ما يصير عندي الكريفينج، ما يصير عندي اني اشتهي الاكل، وما يصير عنده الواحد الطاقة تبعته تنزل بشكل عام. يعني اذا انت طاقتك نزلت، اذا انت رحت عمالك بتاكل كل يوم مناسف وتخبيص ومسخن ومش عارف شو، كل انواع الاكل وكنافة وفاتح بالدنيا كلها، ومرة واحدة يلا نعمل دايت، هوب كمية السكر كلها نزلت عندك، الطاقة تبعتك كلها بتنزل. فإذا أنت عندك شغل، وإذا أنت عندك أولاد وعندك مدارس، ويعني هاي الأشياء كلها بدنا ناخدها بالحسبان، فإنه كيف الواحد يتدرج بالمرحلة، لأنه هذا موضوع كتير سايكولوجيكال. يعني هذا الموضوع فيه بلعب العامل النفسي فيه والعامل الطاقي، إنه الواحد يكون عنده طاقة كافية إنه يكفي خلال النهار وانه يتمرن. لانه اذا انت ما عندك طاقه لا حتعرف تتمرن، وراح تكون اصلا المود تبع الواحد راح يضرب على الاخر. فهذا كله راح نحكي فيه لقدام. بس هلا في الموضوع المهم عندي اليوم، اللي هو الناس اللي حواليك. الناس اللي حواليك، انا اول ما بديت اني اعمل دايت وامشي على دايت معين، طبعا الحكي من 14 15 سنه لما انا فعليا التزمت باني امشي على دايت معين، كانوا اصحابي
وهم يعني اعز الاصحاب، بنطلع مع بعض كل يوم، وكانت ايام لسه المدرسه. فلما عمالنا بنطلع كل يوم، هم عمالهم بروحوا، انا معاي الاكل المخصص لإلي، وهم ماسكين، اللي ماسك الايس كريم، واللي ماسك لي شوكولاته والتشيبس والبرجرز، وهذا كل يوم. طبعا بالنسبه لهم انت مجنون، وانت اصلا ليش بتعمل بحالك هيك، وانت 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 وانت. هذا الحكي بيخلي طبعا اللي عنده قوة إرادة عالية راح يحكي لهم لا، يا ببطل يطلع معهم، يا بيحكي لا وخلص هو بيلتزم بحاله. بس الناس اللي عندها قوة الإرادة إنه يلتزم بهذا الحكي، مش الكل، لأنه النفس البشرية بتضعف، والواحد راح يضعف مع فترة بضعف. يعني انت مثلا بتحب الايس كريم، واحد يجي قدامك يمسك الايس كريم عليه، هاي الايس كريم، شو شو شو. هذا اللي كان راح يصير معي، وهذا اللي صار معي اكثر من مره. هلا العامل الثاني، خلينا نحكي انت ما عندك اصحاب همل، اصحابك كويسين، العيله عندك في البيت، انت العيله في البيت عمالها تطبخ، او انت عندك العيله في البيت عمالها بتطبخ، جوزك بده ياكل الاكل اللي هو بده اياه، لا بده يمشي على الدايت تبعك، ولا بده ينحف، ولا فارق معه فستان القرص اللي انتوا رايحينه، ولا فارق معه اشي، وانت بدك تنحفي عشان عندك هدف معين. هلا العامل الاساسي هو ان الواحد بالبيت يشوف الناس اللي حواليك كيف تصرفاتها. يعني انت لاحظ الناس اللي حواليك كيف تصرفاتها، لانه اذا انت الناس اللي حواليك تصرفاتها كتير بتأثر عليك، زي ما بيحكوا انه الخمسة اللي حواليك، أقرب خمسة حواليك شوف تصرفاتهم، إذا كانوا أغنياء أنت راح تكون غني، إذا كانوا فت أنت راح تكون فت. فإذا هدول الخمسة بروحوا على الجيم، أنت تلقائيا راح تروح على الجيم. وإذا الخمسة هدول عاملين دايت، أنت تلقائيا هتعمل دايت. بس إذا أنت الوحيد من بين كل الناس اللي مش عامل دايت، مش دائما الواحد بضعف لأنه هو قوة إرادته عمالها بتضعف، أو إنه هو ما عنده التزام، مرات بضعف لأنه الناس اللي حواليه هيك. فالواحد لازم يطلع على المحيط اللي حواليه، يشوف الناس اللي حواليه كيف عمالها بتتصرف، شو عمالها بتاكل، وشو التركيز بالشغل عندك. الناس عمالها كل يوم تطلب، يعني انا عايش في دبي، هلا الناس معظمها في الشركات بيطلبوا غدا من برا، بيجي الغدا من برا، وشو بيطلبوا؟ المندي والمضبي والمكبوس والمجبوس واللي بدكم اياه، يعني كل اشي موجود. طبعا اسهل اشي واسرع اشي للدليفري هو البرجرز والبيتزا وهذا الحكي، والحفلات والطلعات. هلا كيف انت تبعد عن هاي الناس؟ ما بتقدر. طب انا بشغلي عندي اربعة خمسة حوالي ولا ستة بالتيم، عمالهم كلهم بخبصوا بالاكل، هون بصير عندك الموضوع انه انت بدك تلتزم. هون بده يصير في عندنا شيء اسمه awareness، انه انا بدي الاحظ المحيط اللي حوالي واشوف شو عمالهم بيعملوا، ويكون عندي الارادة. لانه اذا الواحد بيترك حاله راح ينسى، واول ما ينسى راح يلاقي حاله ماشي في كوكيز حاطينها في المكتب، راح يطول حبه ويضله ماشي في شويه بيبسي بالثلاجه، راح يطول ويضله ماشي. هون بصير عندنا الاويرنس، هون اللي بدي اياكم تركزوا عليه. بدك تركز على المحيط اللي حواليك، شو عمالهم باكلوا، شو عمالهم بتصرفوا، وانت بدك تطلع حالك من هذا المحيط بطريقه انه ما يكون انه تزعل حدا منك. لانه يعني الناس ممكن تزعل منك، والله انت رحت على عزومه، انا زمان لما كنت انا عزم عند الناس، اذا انا عامل دايت، طب احنا عازمين وطابخين وعاملين لك كل هالحكي، والدنيا رمضان ولا الدنيا عيد ولا شو المناسبه كانت، وانت ما بدك تاكل. طبعا هاي بصير فيها احراجات، والاحراجات هاي احنا بنتعرض لها كل يوم، وانت ممكن تتعرض لها كل يوم. طيب العزومه ما بدك تيجي وما بدك تاكل، مش عيب واحنا طبخنا، وهذا موضوع العيب هذا راح يجيب الدنيا كلها في داهيه. وبالزمانات لما بديت نفس الشيء. هلا بدك تعود الناس اللي حواليك انه انا هذا الشخصية الجديدة اللي انتوا عمالكم تعرفوا عليها، هي شخصية ملتزمة في نوع من انواع الاكل، فانا ملتزم في الدايت، انا عندي هدف، هذا الهدف مش حيغير في جسمك انت، حيغير في جسمي انا. انا شخصيا مش مبسوط بجسمي هلا، بدي اغير في شغلة معينة، عشان اغيرها بدنا نحافظ على النظام الغذائي اللي انا ماشي عليه. طبعا مش تروح انه اول ما تشوف حدا زي تبعون الفيجن هدول اللي على فكره انا فيجن، انا دايت، انا ماشي، لا ما باكل هيك وهذا يع وهذا. مش ضروري تقرف الناس اللي حواليك، مش ضروري تجنن الناس اللي حواليك، انت بس امشي على الموضوع
بانه لو سمحتوا ما انا ما بدي اضايقكم وانا ما بدي حد يضايقني. في البيت نفس الاشي، في البيت هو اهم شيء، لانه لما يكون قدامك كل اشي، انت ماشي في المطبخ وانت ماشي في المطبخ وليت حبة كيت كات، تسحبها لا اراديا، لانه هذا تعويد، لانه هذا النظام اللي انت متعود عليه من زمان. لانه انا كنت بالزمانات طول ما انا ماشي بسحب اللي قدامي وباكل عادي. وعلى فكرة لو كانت بدل حبة الكيت كات هاي خيارة، راح تسحب الخيارة وتاكلها وتضلك ماشي. فانت حاول انك تغير المحيط اللي حواليك باشياء، انه تكون الاشياء السناكس اللي حواليك هاي مثلا خضرة، فواكه، اشياء مفيدة لإلك، اشياء داخلة في الدايت تبعك، او تشيلها تماما من قدام نظرك. اذا جوزك حابب بده يحط خزانة مليانة كلها شوكولاتة واشياء، اوكي خليها بالخزانة جوا مش برا، ما تكون قدام عينه للواحد اللي يسحبها وهو مش منتبه. لانه احنا 30 35 سنة و25 سنة وانا متعود بمشي عمالي بهذا البيت وعمالي بشوف هاي الاشياء قدامي بسحبها لا اراديا. وهذا موضوع اللي هو بنحكي عنه الاويرنس، انه الواحد لازم يكون فعليا شايف كل اشي وملاحظ كل اشي حواليه وهو عماله بتحرك وهو عماله باكل. وزي ما حكينا موضوع العيب هذا موضوع لازم يلتغي تماما، انه ما بصير موضوع الاحراجات. وبرضه اذا انت من الناس اللي هلا حضرت الفيديو، من الناس اللي بتحب تعمل عزايم وبتعزم ناس عندك، اذا حدا قال لك سوري انا عامل دايت، يعني ما تتضايق وما تزعل منه، لانه بيكون هو عنده هدف معين هلا وماشي عليه لمده 3 شهور ل4 شهور، انت عزمته في نص الشهر الثاني، يعني في عز الدايت تبعه اللي هو ماشي عليه، خلص خليه يمشي فيه، لا تزعل. بالعكس شوفوه انه هذا عبارة عن تحفيز، لانه هو ماشي على اشي معين وملتزم فيه، انت ممكن تحفز حالك. والشغلة الاخيرة اللي بدي احكي عنها في موضوع الالتزام، راح احكي كثير في القناة عن موضوع الالتزام، انه لما انت تلتزم بالدايت مش هذا راح يفيدك بس بجسمك، لما تعرف تلتزم بإشي معين راح يفيدك في التمرين. لأنه في الأيام اللي أنت مش جاي عبالك تتمرن فيها، أو حاسس حالك شوي تعبان أو مكسل أو قاعد على الكنباية وعمالك تحضر مسلسل على نتفليكس كملته كامل وصار عندك بنج ووتش وصار عندك موعد التمرين لازم تروح تتمرن وخلاص بلاها، موضوع الالتزام لما يبلش بالدايت راح يصير في عندك التزام بالتمرين، وراح يصير في عندك التزام بشغلك، وراح يصير في عندك التزام في إذا عندك أنت سايد بزنس لإلك عمالك بتشتغل على إشي معين لحالك، وبرضه هذا العمال مش عارف وين تروح في الدنيا، من وين تبدأ وكيف تنسق حالك في الموضوع، واللي هو أنا هذا اللي بلش فيه هلأ اللي هو اليوتيوب. كان عندي نفس الفكرة إنه دائما في حجة ودائما في اكسكيوز، بس لما يصير في عندك التزام، أنا عشان أشتغل على هذا الشغل اللي عملته أول شيء عملت دايت مشيت عليه وعملت نظام التمرين، حطيت خطة تمرينية لمدة شهرين أضلني ماشي عليهم عشان تغير نظام التفكير، عشان تغير المخ تبعك، المخ اللي بيحكولها هاي النيورو نتوركس كيف عمالها بتشتغل، مبرمجة على إشي معين، بدنا نغير البرمجة هاي كاملة. بس تغير البرمجة هاي كاملة كل حياتك راح تفرق. فإحنا ما بنحكي على الدايت بس شو آكل وشو ما آكل، إحنا بنحكي على نظام حياة كامل. إذا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك وسبسكرايب. طبعا هذا فيديو من الفيديوهات، في الفيديوهات راح أحكي كتير عن الأشياء الأخطاء الشائعة في الجيم اللي عمالها بتصير، التمارين الغلط والتمارين الصح، وراح نحكي عن الدايت وراح نحكي برضو عن السايكولوجي في التمرين.